متطوعين بالمغرب رفضت المحكمة بالربع طلب تمكين زوج من الدخول بزوجته ومعاشرتها جنسيا. بغينا تعطينا تعليقكم على هذا القرار. اولا مرحبا بقناة تال ايام باتقات ومرحبا بالاخت سمية في مناقشة حيثيات وبنطوق هذا الحكم اللي دار ضجة وكان عليه مؤيد ومعارض. قبل ان نناقش هذا الموضوع لابد من ان نضع انفسنا في واحد الاطار عام، وهو اننا دولة المملكة المغربية الدين ديال الاسلام والمذهب الإمام مالك والراجح والمشهور وما جرى به العمل والتصوف السني، وطريقتنا هي طريقة الجنيد السالك، وأن الشريعة الإسلامية سواء كتاب الله أو سنة رسوله أو حتى الفقه راه تعرض لمناقشة وتنظيم علاقة الإنسان سواء مع ربه أو سواء علاقة الإنسان مع باقي أيها عباد الله، أو تنظيم علاقة الأسرة سواء الآباء مع الأبناء ديالهم أو الأزواج فيما بينهم. وأن هذه المسألة ديال المعاشرة الزوجية أو تمكين الزوج من الدخول بزوجته أو ما تسمى بدعوة تمكين الزوجة نفسها تمكين الزوجة لنفسها للزوج، هذه دعوة تدخل في إطار ما يسمى بالحقوق المتبادلة للزوجين. لرجعنا لمدونة الأسرة اللي هي مستمدة من الشريعة الإسلامية ومن المذهب إمام مالك والراجح والمشهور وما جرى به العمل من الإمام من عمل أهل المدينة، نجد أنها قد نظمت العلاقات بين الزوج والزوجة حيث وضعت حقوق للزوج وحقوق للزوجة وحقوق متبادلة، ومن بين هذه الحقوق المتبادلة الأخت سمية هي المعاشرة الزوجية. هذا الموضوع هذا احنا غير المسلمين طرقوا ليه، وكل فقهاء وعلماء طرقوا لهذا الموضوع ديال كينظم العلاقات الجنسية، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك نزلت عليه نوازل وكانت عنده افتاءات في هذا الموضوع، لان هذا المشكل ماشي طابو، راه غير المواطنين المسلمين هما اللي كيديروه طابو، اما الفقهاء والمسلمين راه تعرضوا ليه. هذا الحكم هل هو صائب أم غير صائب؟ كنا كنرفعوا هذه الدعوة ديال الإمة كما قلت دخول تمكين الزوج من الدخول بزوجته ومعاشرتها أو ما يسمى بتمكين الزوج تمكين الزوجة نفسها من نفس الزوجة للزوج. هذه الدعوة كانت المحكمة كتحكم، ولكن المشكلة الأختومية هو أن الأحكام الغاية منها هي أن تكون نافذة، فلا معنى من حكم يبقى حبرا على ورق، إذ الذي يبعث الروح في الأحكام القضائية هو تنفيذها. كيفاش ننفذ هذا الحكم؟ هاي المحكمة أصدرت حكما بدخول الزوج بزوجته أو تمكين الزوجة نفسها من للزوج، كيفاش نديروا التنفيذ ديال هذا الحكم؟ هل سنقوم بطلب تبليغ وتنفيذ وأن المفوض القضائي يبرك مع الناس بيت القلوة في بيت النوم ويسجل امتناع أو محضر إخباري، ثم إذا سجل امتناع هل سنقول بأن الزوجة يجب عليها أن تمكنه من المعاشرة الزوجية؟ نعم، بناء على غرامة تهديدية. نعم، إذا إطار الزوجة قالت بأنها ما كتمانعش من المعاشرة في المعاشرة الزوجية، ولكن شرط المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام. بطبيعة الحال ده كان قرار المحكمة في صفها. بطبيعة الحال راه حتى ولو قالت أنا أمانع وصدر الحكم، كيفاش نديرو التنفيذ؟ راه كاينة صعوبة في التنفيذ، ما كاينش صعوبة لأن المشكلة الأختومية وكان على هذا الزوج لا يلجأ إلى المحكمة، لأن هذه الدعوة هي لأن العلاقات الجنسية والدخول بالزوجة والمعاشرة الزوجية كتبغي الصافة وعدم الجافة والرضا، كان لها الزوج أن يلجأ رأسا إلى الزوجة ويقلم معها شنو هو المشكل الواقع ويحلوا المشكل، ولا كانت مقلقة علاش مقلقة. هو هذا أنه دار الملتمس ديالو مع مطالبا بالنفاذ المعجل، وانت كيفاش غنديروا له النفاذ المعجل؟ هاي الحكمة نحن بتعطينا المحكمة حكمات. أنا أؤيد حكم، أنا كنطلب
من جميع المحاكم المملكة ما بقاش يحكموا بدخول الزوج بزوجته ولا تمكين الزوجة نفسها من للزوج. علاش؟ لأن هذا الحكم يصعب تنفيذه. ها هو حكم. نعم. يعني في هذا الإطار يعني قلتي يصعب تنفيذه، ولكن هنا القرار ديال المحكمة رفض يعني الملتمس ديال الزوج وجاء في صف الزوجة، لأن كان على هذا قلنا نكملك الصبية، كان على هذا الزوج كيش الهاوي رقش الدعوة في المسائل الحبية كلا رضائية، وكأول ما كتلجأ المحكمة حتى كتسالي مسائل الحبية والرضائية، كان على هذا الزوج أنه يقصد رأسا الزوجة ديالو ودير معها الصلح ويتفاهم معها، لا قاش راه كلشي بسط إلا بالرضا، العلاقات الجنسية راه مايمكنش تكون بدون رضا، ومتغوش بدون صفا، ولابد فهم المقدمات، مثلا يعطيها إلا كان لاباس، إلا كان إنسان فقير يعطيها بريضة ولا رائحة ولا يعرض عليها العشاء، ولا كان ميسور يشري ليها قرميطة ولا سلسلة ديال الذهب ولا يدير لها كسوة، معنى أنه يكون مقدمات، المقدمات تكون كلامية وفعلية، حتى الكلام يكون عنده كلام طيب ويكون مبدع في الكلام مع الزوجة ديالو وطيب خاطرها باش ولي هي قابلة عليه. راه ميمكنيناش نلاقي واحد جوج هما أصلا متنافرين يمكن حالة النفور، هي ما حاملاش وهي ما قابلاش عليه ولزموا الزوجة باش عاشر واحد الزوج اللي هي أصلا كان هناك تباعد بيناتهم نفسي وروحي وعاطفي ومن حيث المحبة. راكوش هاد المسائل مبنية على المحبة، ولا كان لاباس عليه ماشي اللي ضمة ديالتهم ويتهلا فيها ودير مقدمات ويفتح معها مجال للنقاش والحوار، ما يبقاش يهضر في المشاكل، يفتح معها كلام زوين بحال يديروا مشروع، انا بغيت ندير واحد المشروع ديال شي مشروع يبنيو دار او يشريو ارض او انا بغيت نضمو شي سفاريه، ويكون كلام حلو وزوين باش يكون هناك قبول. راح تحكم المحكمة في هذا المجال راه صائب، انا معاه ولو انني كنت كندير هذه الدعوة وكنت كتحكم بها المحكمة، اللي لقيت هو الصعوبة في التنفيذ، كيف نلزم الزوجة اول اجبارها على ممارسة والمواقع الشرعية وهي رافضة وهناك نوفور. هاد المسائل هادو ما بين الزوج والزوجة سيرتو هاد النوع ديال الدعوة، هاد النوع بالأخص هاد النوع ديال هاد الدعاوي راه لابد فيهم من القبول والرضا والصفا وعدم الجامع. غنأكد لك واحد النقطة أساسية أختي سمية، وهو أن المشرع أن المحكمة مثلا ملي كدير الزوجة كيكون هناك عقد زواج، سمية يكون عقد زواج، الزوج ما كيبنيش بالزوجة ديالو ولا ما كيدخلش بها، كينوض هي كدير ليه دعوة النفقة، لاخاطش عقد زواج يرتبوا النفقة، كدير ليه دعوة النفقة، بالفعل هو كيجي يقول لا حقا أنا ما نعطيهاش النفقة لأنني ما دخلتش بها وما مكناتيش من نفسها وما عاشرتهاش معاشرة زوجية. اعتبرت المحكمة وعلى رأسها محكمة النقد أن دعوة أن رفع الزوجة لدعوة النفقة هو بمثابة دعوة للدخول بها وتستحق بها النفقة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.